دكتور طارق شوقي معلش اكلمك في تفصيله مش لازم اكلم فيها وزير التربيه والتعليم من الاول اهو من قبل السؤال، هو موضوع الخناقه بتاعت مين يقعد قدامه ويقعد ورا دي، مش دي ممكن المدارس تحسمها انه محدش يقرر؟ يعني احنا شفنا الخناقات بتاعت اولياء الامور جوه الفصول، يعني كان في اولياء امور اكتر من الاطفال كل واحد بيقعد ابنه في كرسي معين، هو ده مش ممكن انه يبقى فيه تعليمات للمدارس انه لو سمحتم تكتبوا اسم الطالب على التختة ويقعد فيها ويلتزم، او انه يبقى مثلا القصير قدام او الطويل ورا او الالفة يبقى في الدرج الاولاني والناس اللي درجاتها الف، يعني اكيد ليها طريقة بدل اللي احنا شفناه امبارح ده. انا بعتذر مقدما على ان انا بتكلم معاك في الموضوع ده، بس يعني من الاشياء اللي كانت غريبة امبارح، يعني والله غريبة بالنسبة لنا احنا، انا ما شفتش مشهد زي ده في حياتي لا في مصر ولا برا مصر، بس يعني هي الفكرة غريبة جدا. يعني بص على تتكلم كمواطن مش كوزير تربية وتعليم، يا جماعة في سلوكيات كلنا بنعملها محتاجة مراجعة. التجمهر ايام كنا بنتكلم ايام الثانوية العامة ملوش اي يعني منطق ان انا اقف وهدد السلام المدرسة بهذه التجمهرات، ده بعيدا عن كورونا كمان. يعني احنا بنسأل عن الإجراءات الاحترازية في الوقت اللي حضرتك شفت بعينك فيديوهات أولياء الأمور مش معنيين بكورونا خالص طبعا، يعني آلافات مؤلفة. ففي تناقض فيما نفعل وما نقول وما نطلب. احنا هيئة التدريس في المدارس بيتبهدلوا، وأنا من حقي أدافع عنهم كوزير التربية والتعليم. حضرتك تخيل يعني هيئة تدريس في مدرسة فيها 30 شخص دخل عليهم مثلا 2000 ولي امر، لا ما حدش يقدر يعمل حاجه، يعني هيتنحوا جانبا ويسيبوهم يتصرفوا ويطلعوا بيجروا على السلالم ويزقوا الترابيزات. شيء لازم فيه قدسيه للجامعه وقدسيه للمدرسه وقدسيه وهيبه لهيئه التدريس، وبالتالي احنا بصدد منع دخول الاهالي لجميع المدارس المصريه على الاطلاق. ليه؟ احتراما وحفاظا على الأطفال وعلى العملية التعليمية وعلى هيئة التدريس. يبقى في سيستم آخر للتعامل مع المدرسة، وهنروح المدرسة لما نحب نعرف حاجة عن ولادنا بشكل منظم، هنعلن عنه قريبا بعد ما شاهدناه من تجمهر غير مفهوم. مفيش حاجة اسمها أقعد في أول ديسك، ده قرار تاخده المدرسة بناء على اعتبارات أخرى تماما، وليس بهذا الشكل اللي شفناه الحقيقة يعني.